السلام عليك يا يحيى، السلام عليك يا أبو فاطمة، السلام عليك سيدة سيدي خير بن سيدة فاطمة الزهراء، قيل حضرت المستنصر الصديق صلى الله عليه وسلم إلى وجهه الله وصلى الله عليه وسلم من كرم الله اللهم احمد الحمد لله والجميع جميعا من المسلمين والمسلمين الفاتحة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر ما أنذر آباؤهم وهم غافلون، لقد خلق القبر على أثرهم وهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أولاقهم أغلالا فارزقني وهم مغفلون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم وهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من يخشى الرحمن بالغيب فبشر بأجر كريم، إنا نحن نحيي الموتى ونرزق ما قدموا وآثارهم وكل شيء عصيناه فيما بمبين، واضرب لهم مثل أصحاب القرية إذا أهل المرسلون ثم مثل سلس قالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تعجبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا إن أتيت من وجاء من رسل مدينة رجل يسعى قال يوم يتبع المرسلين يتبعوا من لا يسلكم أجرا وهم منزلون وما لي أعبد الذي فطرني وإلي ترجعون أتعبدوا من دونه آلهة الرحمن من دوني عن شفعتهم شيء لا ينقذون إني أضل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون إلى أدخل الجنة خالدهم يعلمون بما غفر بي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ألم يروا كما أهلكنا قبلهم يقولون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كنا لما جميع لدينا مهتدون وآية لهم الأرض الميتة وإنها أخرجنا منها فهم يقولون وجعلنا فيها جنة من نخيل وأعنب فأنبتنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأرزاق لها من بعد من الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الأسرار منهم النار فإذا هم مسلمون والشمس والقمر ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل أبعاد كالرجل القديم لا الشمس ينبغي لها أن تكون سابق النار وكن في فلك يسرون وآية وخلقنا لهم من مثله ما يرقبون وإن نشأ نغفر صريخ لهم ولهم منقبون إلا رحمة من الله ومتاع إلهين وإذا كان وهم لعلكم ترهبون وما تأتي من آية من آيات ربهم إذا كانوا عنها معرضين وإذا كان أمرهم ورزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا وندموا لن يشاء الله وأظلم إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقول متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينذرون إلا صيحة لا يستطيعون توصية ولا ينادون ونفخ في الصور لهم لا ينزلون
المفسدون. قالوا يا ويلنا معبد مرقدنا هذا مرعد الرحمن وسلق المرسلون إذ كانت إلا صيحة واحدة فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون ان اصحاب الجنه اليوم في شؤون فاكهون هم اسفلهم في بلاد على الارائك متكئون هم فيها فاكهه ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم ايها المجرمون الم اعد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوا اليوم ما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون لو نشاء لطمسنا على عيونهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا ولا يرجعون ومن عمره نقص في الخلق فلا يعقلون وما علمناه شرا ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر ما كان حيا ويحق القول على الكافرين ولم ير أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعم فهم لا مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع وشجر فلا يشكرون وتحظى من دون الله آلهة لهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم جند محضرون فلا يعزهم قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلمون ولو يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي وخلقه قال من يحيي الحياة وهي رميم قل يحييها الذي يشاء أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل من الشرق نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يغمس لهم فلا هو الخلاق العليم إنما بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده ملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق السماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر فارتقي الظهير إليك بصر زين السماء الدنيا مصابيح وجعلنا رجوما للشياطين واعددنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا برب العالمين وبئس المصير اذا القوا فيها سمعوا ما انشقوا وهي تقول تباد وتميز من اوائل كلما الغي فيها بعضا سالهم وذات وان لم يطقم نذير قالوا بلى ورجعنا نذير فكذبنا وقلنا ما نسأل الله من شيء إلا أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعمل ما قلنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فاصبحوا لأصحاب السعير إن الذين شركوا ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسر قولهم الصنور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعلكم الأرض ذرورا فامسكوا في ملك بها وكلوا من رزقه وإليه النشور أمنتم من في السماء يصل بكم الأرض فإذا هي تمر أمنتم من في السماء يرسل عليكم عاصما فسنعلمون كيف النذير ولقد كذب الذين من قبلهم من دون الرحمن إن الغافر وإن لم يغفر أما
أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي شويا على صراط مستقيم قل هو الذي يشاء أن يعلم أسر الأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرهم في الأرض قيل يخسرون ويقول متى هذا وعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإذا قال نذير المنكرين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي رحمنا فمن يجير الغافلين من عذاب أليم قل والرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غيرا فمن يأتيكم بماء معين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا بالوادي قطر
Yeah.
العارفين ومن بكم إليه
تكسر هم ما قد يا محمد من تعالى بالرزق فيقى شين لا شيء إلا يا شيخ يا سمى بكتاب موسى نور للعلم شين لا شيء تكسر همك فقدر يا رب شين لا شيء إلا يا شيخ يا سمى شين لا شيء إلا يا شيخ يا سمى تكثر همك فقدر يا قل الذي لغيرك لا يوصل إليك شين لا شيء إلا يا شيخ يا سمى والذي قسم لا حاصل لديك شين لا شيء إلا يا شيخ يا سمى فاشتغل بربك بمرض الحقيقة والشعر المقصود شين لا شيء إلا يا شيخ يا سمى لا تكثر همك ما قدر يا قل لا تكثر همك ما قدر يا قل شرع المصطفى آل البشر خاتم الأنبياء البدر المنير شهد الله يا شيخ يا سمى صلى الله عليه الرب قادر شهد الله يا شيخ يا سمى فرح الصفا ومالت الغصب إياك نعبد وإياك نستعين ونصلي
بهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاعلم أنه أمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل واصل واهدي وبلغ وتقبل ثم قرانا وما عملنا من اموال الخيرات فضلك جودك وكرمك احسانك في هذا المجلس المبارك فلي هديه واصله رحمه نازله وبركه شامله وصدقه متقبله. نقدم ذلك إلى حضرة سيدنا رسول الله صاحب الشفاعة سبعات العظمى إلى الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم السلام يا أيها المرسلين وعلى كل الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين التابعين من الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين خصوصا إلى الحسين المهاجر إلى الله محمد بن عيسى وسيدنا الموافق المقدم محمد بن علي العلوي الحبيب علي أم الفقيه الحبيب عبد الرحمن السقف والحبيب أبي بكر السكران والحبيب عبد الله الأندلس الأكبر والحبيب أبي بكر بن الأندلس العدني والحبيب عمر المحضر والحبيب أبي بكر بن سالم صاحب الهنات والحبيب عمر بن عبد الرحمن القاص صاحب الراتب الشيخ علي بن عبد الله بارس والحبيب عبد الرحمن الجبري والحبيب عبد الله بن علوي الحداد العلوي والحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وأهلي تريم وسيون من النساء والرجال خصوصا على الدرك والحبيب أبي عبد الله محمد بن سليمان الجزولي والشيخ محمد الإمام البوصيري والشيخ محمد العزب الدمياتي سميل روحي سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والأخوة قطب الأحوال الشيخ أبي يزيد البسطامي طيب الإساء وقطب العلوم الإمام محمد بن محمد بن محمد الغزالي وسيد أحمد الرفاعي وسيد أحمد البدوي وسيد إبراهيم الدسوكي وسيد إبراهيم الحلوتي وسيد عمر الخضوتي وسيد محمد الخلوتي سيدنا مولانا الحبيب محمد بن عبد الكريم القاضي الحسن السمان المدني والحبيب محسن أبو الحبيب وسيد مولى والبطن جكرت الحبيب أحمد رحمه الله مولى أمبيل مولانا الشيخ محمد رشاد بن عبد الله البنجري كلمبيان الشيخ زين العلمي بن عبد الصمد البنجري كلمبيان مولانا الشيخ محمد كشف الأنوار بن حجي إسماعيل البنجري الشيخ سيد محمد بن أمين القطبي المكي الشيخ محمد شرم عبد البانيل الشيخ محمد شعراني عرب كمبون ملايو الشيخ محمد سليم سمن موريا الشيخ محمد سلمان جليل خصوصا إلى روحي شيخنا وربي روحنا الشيخ محمد زيني عبد الغني سقبول ثم إلى روحي وشيخنا معلمنا والدنا وأمهاتنا وأسرنا وزوجي وزوجاتهم وأولادهم وذرياتهم ثم إلى روحي دتو أمين من وعي رسول الله إلى روحي غرو لنو وغرو سم أسمني ثم إلى روحي غرو ثم إلى روحي إلى يوم الله وصلهم وفرائهم ثم إلى يوم القيامة ثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وقراباتنا ولمن حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح المرحوم صدر يونو بن كرجو ثم إلى روح وروح محمد إلحام بن نفع ثم إلى روحي من لا زائر ولا زاكرهم أصل لهم أصاب ذلك منا إليهم اللهم اجعله بنا أن لهم من النار وفيك أكن لهم من النار وإن كان لهم من النار فسد لنا من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم أنزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة والنعمة والبركة على جميع القبور من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات ولا تحيل اللهم في قفلة ولا تأخذ على كره وجل آخر كرمنا إن أنت أجرنا من الدنيا أولى لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم أحينا بالإيمان وتوفنا مع الإيمان واشفنا بزمرة أهل الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يصلي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا واجعلنا من الرحمن الجيران وجميع المؤمنين الذين مسلمين ومسلمين برحمتك يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد جل جلاله فضل علي عوج محمد بن حسين وطرف عن فضل بلا ضرر يا تبنى وسمو يا زين خراط وحيد معدل ربنا اغفر لنا سيدنا وطرف لنا نسال الله العافيه من عبد الله اخر ونسال الهدى والتقبل. اللهم صل على عقبه يا مولاي مجد حضرنا كتاب صحبه صلى الله عليه وسلم طال حجتنا والمسلمين كرم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره ربنا صلى الله عليه وسلم مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربي كرم الزام سبل وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربي بما اصطفى الذم قاصدا واغفر لنا اللهم يا واسع الكرم. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. الحمد لله قبول.